من أهم المشاكل اللي تنجم تعرض الإنسان بصفة عامة، مشكلة المواطن التونسي، أي شخص مهما كان البلاصة اللي يعيش فيها ولا حتى الفترة الزمنية اللي هو يعيش فيها، إنه يستعمل الأفكار ويخوهم باعتبار إنهم مسلمات، يعني حاجات مفروغ منها، مش باللزمة إنه يتثبت منها، مش باللزمة إنه يرجعها، وإلا حتى إنه يطورها. والمشكل هذا بحد ذاته خلى الفكر الإنساني نوعاً ما يشد ثنية واحدة وطريق واحد وصيرورة واحدة ويكون مبني في بعد أحادي واحد. كان تاخد التاريخ الإنساني وتعمل عليه طلة، تبدأ بشوية بشوية تلاحظ اللي فما نمط معين قاعد يتعاود. يعني كان ناخده مفهوم المقايضة، اللي هي حاجة كان الإنسان يستعملها في فترات وفي عصور قديمة باش يبدل السلع من شعب إلى شعب واحد آخر. في وسط المقايضة اكتشفوا الناس إنه فما سلع عندها قيمة ثابتة، وإلا قيمة تمشي تغلب الوقت، كما الذهب على سبيل المثال، هو حاجة نادرة ما تفسدش، وحاجة الناس حبوا يتعاملوا بها أكثر منهم يتعاملوا بالسلع على سبيل المثال. ومن هنا خرج المفهوم بتاع العملة والمادة، الشيء اللي خلى برشا عباد يدخلوا في نوع من أنواع المديونية، اللي جاب أفكار وحاجات خايبة كما على سبيل المثال العبودية اللي خذت مرحلة كبيرة من تاريخ الإنسان. وكان نلاحظوا لهنا تو نحسوا للمرة الأولى إنه المقايضة والعملة وإلا فكرة العبودية هما أفكار بعاد على بعضهم، وإلا فيهم برشا تطور، لكن في الحقيقة هما ينتميوا لنفس المسار، إنه الإنسان قاعد يحب يربح من الحاجة اللي مقابلته. زاد كيف كيف كان نركزوا شوية في مفهوم إقامة الحرب على البعد التاريخي، نلقاو إنه الإنسان من البدايات كان يستعمل على سبيل المثال أنواع بسيطة متاع أسلحة كما الرمح وإلا السهام وإلا السيوفة، اللي تطورت بالوقت ولات فما مثلا البندقية والبارود، اللي تطوروا بالوقت ولا عنا مثلا دبابات وصوارخ. انت كي تلاحظهم المفاهيم ورا بعضهم تقول لي هذوما حاجات مختلفين على بعضهم، لكن هم في الحقيقة ينتميوا لنفس النسق اللي هو إقامة الحرب بالنسبة للإنسان. ومن الحاجات المهمة في التاريخ مش جست ان نعرفوا الشعوب القديمة كيفها عاشت، انما نفهموا الاخطاء اللي مرسوها الشعوب القديمة، النمطية اللي قاعدة تتكرر يلزمنا احنا نكون واعين بها ونحاولوا ان نتجاهلوها ونكسروا معاها باش نجموا نحقوا الحاجات اللي حاجتنا بهم. يعني كان نخزر على سبيل المثال للطريقة متاعنا اليوم كيفاه نربيو الاولاد متاعنا وإلا صغارنا، كسوا في المكتب وإلا في الليسيات، ولا الطريقة اللي نقريو بها اللي هي طريقة التلقين. على سبيل المثال انك تاخذ تلميذ توصل له فكره معينه، ما تخليش يحاول يتستي الفكره، ما تخليش يحاول يجربها، ما تعطيهوش مساحه انه يغلط باش يحاول يتعلم من الغلطه نتاعو، بلكش في وسط الغلطه ينجم يخرج حاجه اكثر كرياتيفيتي واكثر ابداع، انما نكونوا حاصرينه في انه ياخذ المعلومه جوست باش ياخذ عليها نوت معين. الهدف الحقيقي من المعرفه وتناقل المعرفه ما بين الاجيال ان نكونوا قادرين ان نطوروا المعرفه ذيك وننتشروا بها في مجالات اخرى، تنجم تكون حتى مجالات العقل البشري ما فكرش فيها باي طريقه من الطرق، علما انه برشا نظريات علميه وبرشا تجارب علميه وبرشا اكتشافات عنا اليوم جات خارجه من الاخطاء، لانه الانسان ولا العالم اللي كان وراهم ما كانش خايف من الخطا، ما كانش يستنى في تقييم معين، انما كانت عنده حريه الفكر، حريه النقد باش يبدع وباش يخطئ وباش ينجز وباش يقدم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو نتاع اليوم، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو واحد اخر وتكون فيه مواضيع اخرى.